أن يقال صنعاء مدينة محكومة باللصوص فذلك ليس عبثا، فآخر شواهد جريمة وقوع صنعاء تحت قبضة الحوثي هو حملة اعتقالات واسعة طالت أصحاب مكاتب النقل في العاصمة وفرض حصار على التنقل في مناطق سيطرتها، حيث فرضت ميليشيا الحوثي إجراءات رقابية على المسافرين المغادرين من صنعاء، وألزمت شركات النقل بتسليمها كشوفات بأسماء المواطنين قبل 6 ساعات من سفرهم، كما تم منع سفر المواطنين الذين لا يحملون بطاقات آلية أو جواز سفر، كما تم منع سفر أي أجنبي داخليا أو دوليا إلا بتصريح من مباحث العاصمة. هذه الإجراءات تمضي في سياق تقييد حركة المواطنين من وإلى العاصمة صنعاء، والذي كانت قد بدأته ميليشيا الحوثي منتصف العام المنصرم. خطوات من شأنها فرض قيود تعطل حركة الناس وتجعل من صنعاء مدينة مغلقة على سكانها. يقول مراقبون إن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعقب قيادات حزب المؤتمر. آراء أخرى تذهب إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع سفر القيادات وابتزاز المسافرين واعتقال من يريدون بهدف استخدامهم في صفقات تبادل الأسرى وابتزاز أسرهم، غير أن الأمر امتد إلى ما هو أبعد من ذلك. فمؤخرا نفذت ميليشيا الحوثي في صنعاء حملة اعتقالات كبيرة طالت العشرات من أصحاب مكاتب النقل الداخلي، ولكن هذه المرة بحجة عدم دفع الضرائب. العشرات من أصحاب المكاتب وموظفيهم تم إيداعهم في سجن خاص بهم في شارع خولان. يزداد المشهد في صنعاء سوءا يوما بعد آخر، حيث يعيش السكان خوفا وجوعا وأزمات متلاحقة إلى جانب مخاطر الحرب نفسها. يأتي الحديث عن تضييق الحركة ليشكل انتهاكا إضافيا يضعه الإنقلابيون في رصيد حربهم ضد المواطنين، فالحاكمون في صنعاء هم إنقلابيون، والانقلاب لا يلتزم بأي قوانين أو أنظمة.